الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. ببالا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا الحلقات لك ليت دي بالحلقة 135 لكن لا متابع قل قزوة خيبر قلمي بفتح الحسن الأول فتحة دفتر نيوة باطلع ما البدير دي فتحة الحسن النطقة هذه فتح ناي حسن الشق هو فتحها وكم زليو كمان فتحنا حسن الكتيبة فتحها شق الفتحة الشق اللي لكل كتيبة كلا حسن على دي بوتو دي بدي بخيبر لأنه دي بحسون حسون على يكون تبي تفرس حسن على حسن كاين سلاس لبدي بو نعناق سلاس على دي بو سلاسي وفتحه مسلمين نصروا دي بو هذا اللي ناي فتح الشق كده حسن على ديهم اللي ما فتحوا حقوه فتحوا برضو حسن ناي الكتيبة على اللي ما صار حسن على ديهم كلهم زمانتهم كلهم فتحوا من المسلمين وانتصروا لخلاص دي لأوروتا إن كانت فتحة دي بنتها قلنا وطبيعة المسلمون حتى حاصروهم فخرجوا مستعدين لأشد القتال وبرز أحد أبطالهم يطلب المبارزة فقتل ثم برز آخر فقتل قتله أبو دجان السماك بن قرش الأنصاري فلما قتله أسرع إلى اقتحام القلعة واقتحم معه المسلمون فجرى القتال داخل القلعة ساعة ثم فر اليهود إلى الحسن الثاني حسن النزار وهو آخر الحسنين يعني اثنين في هذا الشطر وغنم المسلمون في حسن أبي أثاثا كثيرا ومتاعا وغنما وطعاما ثم تقدموا وحاصروا حسن النزار وكان على رأس جبل لا سبيل إليه وقد تمنع أهل أشد التمنع وكانوا على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحامه ولذلك قاموا فيه مع الذرار والنساء وقاوموا أشد المقاومة رميا بالنبل والحجارة فنصب المسلمون المنجنيق فوقع في قلوبهم الرعب وهربوا إلى شطر الكتيبة دون أن يعانوا شدة تذكر ووجدوا المسلمون غنائم فيها أواني من نحاس وفخار فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوا واطبخوا فيها لا باختصار حقا من كان لسوكما أو من أول دي بالله شقل أتوا ودي بالله يا المسلمين اقتحموا مبارزة طلبوا ثلاث نفر قتلوا سراحيد آخر نفر لقتلوا منهم من يهود الصحابي الجليل أبو دجانة وحقوا ما لنفر لقتلوا طوالي اقتحموا المسلمين مسلمين اقتحموا وجوه أتوا وكله بالكامل استلموه هزموه من اليهود اتحس انك هاي على وقلمي اللي حسن الشق لا حسن على ديبو حسن انك على لنا النزار ديبو كمسال أتوا اللي ما هي يعني ديب دبر على وقل لهم ديبو لألو مسلمين يقدروا ديبو العادة بالدبر بالعلاقة ديبنا يقدروا اندبع له مرة دي حسن على نفسهم اللي واجه معه كابن بل وببن اندرقفو مسلمين ولو انجاني قدوا وحاولوا بلا وبلا واقتحموهم وتم بقيت قبل محاولة مخاومة ومحاولة مخاومة شديدة منها سألوا كله حقوما إصرار ناي مسلمين وعزيمات وشجاعة رأوا هربوا كأسقلة حسن ناي الكتيبة قيسوا ودي بلا كان اللهيني نحاس وحفخار وأواني وألمونيوم وحديد وناي نبريد ومطار أشياء بدو حركبوا وانتروا كمان أساس راكبهم على ومتاع ونبريد وعقال وحياة بوضح ركبه والنبي صلى الله عليه وسلم هي بيد يوم حطبه وتوقف دي بلنا براهم بيده إلا كم سألها انتهيت فتح الشق هذا فتح الكتيبة كهوتو تقدم المسلمون إلى حسن القاموس أول حصول الكتيبة أول أورام من أنا نعي الكتيبة القاموس لبول عالى وأول حصول الكتيبة فحاصروه 14 يوما أو 20 يوما 20 يوما صح 4 يوم حاصروه وحقوه فتحوا طوال الحصول الأول ثم يقال أن اليهود طلبوا الأمان وهل كمان أمان أربو عندي يوم رفعوا مقاومتي ودوا معناها ويقال أن المسلمين فتحوا الحسن عنوة وفر اليهود إلى الحسنيين الباقيين الوطيح والسلالم المسلس على وديبة إلا هاي بسلس الحسن دي بلهم الكتيبة العلو القاموس والوطيح والسلالم القاموس كم سلا انتهت أدل الوطيح والقاموس القاموس كم سلا انتهت أدل الوطيح والسلالم ترفيع ودي بلا نهيني ما حصل نريان لنا مسلم فلما سار إليهما المسلمون ليحاصروهما طلب اليهود الأمان على أن يخرجوا من خيبر وأراديها بنسائهم وزراريهم فعاهدهم على ذلك وسمح لهم بأن يأخذوا من الأموال ما حملت ركابهم
إلا الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة ينزول يعني هذا خلاص يقول لهم قلتم أمان قلبوا أحد قلبوا حين نفقروا سلامة ينقاوم اللي بيلو والنبي صلى الله عليه وسلم قبل قلوب لكن بيل يوم ذهب يتنسو فضة يتنسو وسلاح يتنسو وفلوس يتنسو وقال لي اندسع ما حناكم وقال لي بالقلب ناتي كم سنة لا لخين عقابوا بيلا وقال لك ان اتفقوا وسمح لهم بأن يأخذوا من الأموال ما حملت ركابهم إلا الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة والكراع والحلقة أي الخيل والسلاح وتبرأ منهم الذمة إن كتموا شيئا ثم سلموا الحصون الثلاثة أو الحسنين وغنم المسلمون 100 درع و400 سيف و1000 رمح و500 قوس عربية وصحفا من التوراة أعطوها لمن طلبها وقدر بالأحد كنانة بن أبي الحقيق وأخوه فغيبا كثيرا من الذهب والفضة والجواهر وبرئت منهما الذمة وقتلا لقدرتهما وكانت صفية بنت حيي بن أخطب تحت كنانة فجعلت في السبيل أدلى الفريقين وبلغ على القتلى على قتل من اليهود 93 قتيلا أما المسلمون فقيل 15 إلى 18 قتيل دي بالأنتيات لمسلم إلى اليهود لقتلنا يوم 93 حلو والمسلمين حسر حمس بارا حسر سوس وحسر زمان إلا خيبر دي بالأنتيات لفتوح لنا يا حصون شارد بحر قتل بتمدي لقدوم المهاجرين الحبشة أبو بريرة وقبان بن سعيد لهم ثلاث دي بخيبر مطلوب للنبي صلى الله عليه وسلم وأسد الحلقات لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.